الفقرة أو الجزء الأخير من هذا الحوار اللي أنا شخصيا اتعلمت منه كتير. كل واحد في دقيقة أو نص، مش اللي فات، لأنه خلاص اتكلمنا في اللي فات كتير، اللي جاي إيه الوضع يوم 15 ديسمبر؟ تفضل يا دكتور حلو. المظلة السياسية والمظلة القانونية، أعجبني هذا الكلام. أنا لا يمكن أقبل باستفتاء يتم بغير إشراف القضاء، كلمة واحدة وقولا واحدة، وما فيهاش الثلاثة كامل. ليه بقى؟ أنا بقول الكلام ده لأن أنا مارست السياسة ودخلت انتخابات وكنت أظلم بغياب الإشراف القضائي، فمش ممكن أجي في يوم من الأيام أظلم غيري بتغييب الإشراف القضائي، ولا أحيد أبدا عن هذه القضية. تتحل إزاي؟ في جهود تتحل، لكن لازم إشراف قضائي، دي ما فيهاش كلام. الغطاء السياسي الأستاذ جابر مشكورا أشار إليه، إذا احتدمت الخلافات السياسية فيها نوعين من الحل، إما التفاهم على طاولة المفاوضات، فإن فشلت طاولة المفاوضات بنلجأ إلى صاحب السلطة الأعلى وهو الشعب. أتمنى إن خلال الفترة القصيرة الباقية قد تطول شوية، أتمنى ذلك، وإن يبقى القوى السياسية تقبل أن تجلس فتتفاهم. فإن حدث تفاهم أتصور فيه خيال السياسيين دايما يجيب حل العقد. انا مش هطالب القانونيين تاني يجيبوا خيال سياسي، لان معلش انا افهم ان القانونيين منضبطين بقواعد صارمه، لكن انا عايز اسال اقول للسياسيين لابد من الخيال السياسي للخروج من هذه الازمه. فان حدث نوع من التوافق السياسي ولو جزئيا يبقى مررنا من عنق الزجاج، فان لم يكن هناك تفاهم سياسي واضح فلا مناص من اللجوء الى الشعب. دكتور مرسي عليه، يعني عليه بكل الاحترام لي، انه يفكر بمنطق انه الكرة في ملعبه وحده الان، يعني ما يتوقعش من اي حد انه هيحل العقدة اللي مصر فيها. اتصور انه رقم واحد عليه انه يعيد النظر في انه الدستور يستفتى عليه في 15 ديسمبر، ده بدري جدا، والدستور ممكن يحدث انقسام اكبر، رغم اني انا في يعني في يقيني انه هذا من افضل الدساتير اللي شهدتها مصر، ما اقدرش اقول انه مثالي او الافضل، انه من افضل الدساتير اللي شهدتها مصر، هذا غير صحيح، ربما يكون محتاج بعض الاضافات في بعض المواد، انما رغم عن تحفظي تحديدا على 6 مواد، لكن هو مقارنه 71 و54 و23 هو من افضل الدساتير اللي ظهرت في مصر، لكن عليه انه يخلق التوافق السياسي اللازم علشان يكون الدستور ده جزء من الحل، مش استمرار او تعميق للمشكله. دكتور كومس، في اعتقادي عطفا، يعني مش عطفا وانما يعني اخذا طرف الحديث من الدكتور معتز، انه ليس هذا الدستور افضل ما شهدته مصر، سبب بسيط جدا، انه هذا الدستور تضمن من المواد ما نسف، يعني بعتبرها قنابل نسفت كثير من المبادئ التي جاء بها الدستور ذاته، المسوده ذاتها جاءت يعني بنصوص نسفت كثير من المبادئ الأساسية والهامة التي تضمنتها المسودة في بداياتها أو في وسطها. هذا أمر. الأمر الثاني، أنه لابد أن يعلم السيد الرئيس، وأنا أعتقد أو أتمنى أن يكون قد علم بعد كل هذا، أن إقامة دولة القانون وعدم المساس بالقانون، أنا يعني بس ببص للدكتور حلمي، يعني سيفيد ليس فقط القوى المعارضة، وإنما سيفيد يقينا الحاكم، وهو ده يبقى التحصين لكل قراراته بعد كده، إنه إذا حدث ذلك على أساس دستوري سليم. المساس بالقانون وبدولة القانون لا ينجو منه أحد، ولا حتى الحاكم، إن آجلا أو عاجلا، دي المشكلة. ففي الحالة دي أنت هتبني قاعدة، أنا إذا كنا فهم حضرتك صح، بناء على عواميد مهتزة، فمن الأول قبل ما تبتدي تبني دور تاني وتالت ورابع وخامس، خصوصا بعد ثورة كانت مطالبتها الأساسية هي بإقامة دولة القانون. مظبوط. دكتور جابر، مع التقدير والاحترام لمقام الرئاسة، بالتأكيد أقول للسيد الرئيس، أنت المسؤول عن الأزمة وعن حلها، ليس فقط لأنك كنت أحد أسبابها، ولكن لمسؤوليتك عن حلها باعتبارك رئيسا منتخبا. يجب عليك الآن أن تتدارك أسباب الأزمة التي أحدثت هذه الفرقة،
ويتم إلغاء الإعلان الدستوري ويتم التأكيد على احترام السلطة القضائية وعلى احترام استقلالها وتطيب خاطرها، ذلك أنها جرحت في مصر جرحا لم يسبق أن جرحت فيه سلطة أو سلطة من السلطات، فما بالنا بالسلطة القضائية. الأمر الآخر في الحقيقة أنا يعني بقول أنه أن يراجع مستشاري الذين يشيرون عليه بهذه القرارات التي تحدث أزمة وانقساما، ليس فقط الإعلان الدستوري ولكن سبقها سابقتان شهيرتان معلومتان، ومن ثم فإن لابد أن يراجع هؤلاء المستشارين أيضا ما وضع تحت بصر مقام الرئاسة في الأزمة الأخيرة مع المحكمة الدستورية غير صحيح، وأقاويل لا يجوز لمقام الرئاسة أن تتقول بها، زي مسألة تداول إفشاء مداولات، هذه جريمة في قانون العقوبات بينص عليها القانون جريمة عقوبتها العزل والحبس، فإذا كان لديه ما ذلك فليروح بقى للمحكمة. ولذلك في الحقيقة نحن نأمل في أن يقوم السيد الرئيس بحل الإشكالية وفقا للطروحات التي طرحناها أو وفقا للطروحات التي يراها. شكرا. شكرا لحضراتكم، غدا يوم آخر، ويحفظ الله مصر من كل سوء.